الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا في البداية أيضا أشارك الإخوان بتقديم الشكر لديوان الجيزان على الفرصة هذه لنتحدث في هذه الدائرة عن واحدة من أخطر القضايا. أنا على هذا أتكلم وأنا مجلس عضو مجلس الأمة سنة 75، لم تور الكويت أبدا في مرحلة كالمرحلة اللي تشوف فيها اليوم أبدا، وراح أقول ليش. ثم أيضا أبدا من حيث انتهى الفرحة الرحمن. أنا أعتقد بجيب أن يكون أمر واضح، لا يعني البيان يصدر من أي طرف ولا من أي جهة ولا من أي سلطة إذا كان هذا البيان يحاول أن يفرض عليه أن لا تحدث في القضايا المطروحة عليه في الساحة السياسية، وبالذات ما يتعلق منها في شركة البلد. أنا من أول ما بدأت قضية الشريف تحدثت وقلت كل ما يقال عن الشريف ما أخفي بالتفصيل، قلت كل ما يقال عنه سيبقى ما يقال عنه هو مجرد رأس جبل الجليد. وقلت القادم ربما أعظم، لكن من أمس غيرت، قلت القادم إنما هو أعظم، جزء من الأعظم، علشان أيضا حاول كنت مواضع نعتقد له غطوا الحقيقة مجموعة من القضايا ولا نعود لها. لكن أيضا يجب أن لا ينصرف نظرنا عن ما تفجر خلال الأيام القليلة الماضية، أو ما يمكن أن نسمي على جزء من الأعظم. جزء هذا الجزء من الأعظم، أنا أعتقد المقابلة اللي تمت من قناة اليوم مع الأخ مسلم المراك، أعتقد المعلومات والبيانات والأرقام اللي قيلت في هذه المقابلة جذب النقب عندها. ليش؟ لأن هذه الأرقام وهذه المعلومات ما ذكر أسماء، لكن من خلال أيضا ما اجتمعناه من أناس صغار تحدث عن تحويلات محددة، تحدث عن ثلاث تحويلات، تحدث عن رصيص تضخم وسيصل 27 مليار. من خلال ما اجتمعناه على الأقل من معلومات، بالإضافة إلى ما سبق إن قال رئيس الوزراء، هذا ما يؤكد سقوط كل السلطات. يأتي من يحاول، وإن كان الحقيقة بجانب إيجابي في هذا الجانب، أنا أعتقد النبرة اللي كانت تقع أو الدعوة اللي كانت تطلع دائما لما الواحد يتحدث عن أمور أنه طيب يا أخي روح النيابة، ترى هذه النبرة خفت الآن إلى حد بعيد. وأنا شخصيا سبق إني كنت على حسابي، أعتقد هذه القضية يجب أن لا تمر مرور الكرام ويجب أن لا نتركها. كل السلطات في اطراف منها بكل اسف فيما يشار لهم انهم اسماء مرضت، سواء في التحويلات وفي الايداعات الاخيره اللي ذكرها الاخ سليم البراك. طيب كيف يمكن ان نصل للحقيقه؟ انا شخصيا مطمئن تماما على الاقل من الناس اللي سمعتهم استمعت منهم، وايضا بما بثقتي بالاخ سليم البراك من ما قيل يشكل الحقيقه بكاملها. لكن ايضا على الطرف الاخر مو اللي يشكك لكن يريد ان يطلع فقط. انا قلت هذه الحقيقه لا يمكن، لا يمكن ان نصل لها بالطريقه التقليديه، ولكن يمكن ان نصل لها بطريقه تمتع حكومه الكويت نفسها. في ايام الاحتلال لما ارادت الحكومه، هذا كان ايضا بعد اجراء معين، بعد ما حصل في بورصه نيويورك من فساد ومن عبث ومن تردي، كل الحكومه الامريكيه كلفت مؤسسه امريكيه لما شافت الحكومه الكويتيه ان هذه المؤسسه قدمت الحكومه الامريكيه ما اقتنعت فيه. الحكومه الكويتيه كلفت مؤسسه اسمها مؤسسه كرول على طلب على تغييرها، طلبوا منهم انهم يحصرون ثروه صدام وما قدمونا اي معلومه ولا اي بيان ولا اي ورقه. ومع ذلك استطاعت هذه المؤسسة أن تقدم لحكومة الكويت معلومات أغطت التغيير أغطت عليه.
كان يغدوها بدال 7 مليار. الآن هذه القضية نعتقد الأرقام التي أثيرت لابد من وصول الحقيقة بشأنها. والطريق من طرق الوصول إلى الحقيقة هي تخليف مؤسسات دولية وضم شروط معينة أيضا، وهذا كان سبق نحن قلناه، هو كيفية التغيير. لما طلبنا لما صار الحكي عن التغيير في 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 الداو كيميكال في كي داو، قلنا يفترض ان كي داو يتقدمون بتقرير مكتوب تحت القسم، وبالتالي المؤسسة يمكن تتكلم بهذا، تقدم لها كل المعلومات الموجودة حاليا. إذا الكلام عن 23 مليار في تقرير الحكومة الأمريكية الصادر يتكلم عن عدد الدول اللي تودع فيها هذه الأموال مذهوبة، ويقدم الحكومة الأمريكية تقدر هذه الأموال ب 25 تريليون، يعني 25 ألف مليار. إذا من حقنا أن تقدم هذه الأوراق إلى مؤسسة دولية ضمن شروط معينة. المؤسسة هاي تروح بإمكانها أن تأتي بيانات من مو فقط من بنك واحد. الكلام اللي أنا قاله خمسة بنك واحد ب 27 مليار أو 23 مليار. إحنا نقول لا، من وردت أسمائهم. اللي بعض من وردت حاليا يدافع وما يدري أنه هو اسمه وارد متورط. وبالتالي تأتي هذه المؤسسة بتقريرها، لكن يجب أن تكلف هذه المؤسسة لما تقدم التقرير لا تقدم الحكومة الكويتية. تقدم محرز ويقدم إلى ثلاث جهات، القضاء لمجلس الأمة ولا ديوان المحاسبة، وبشرط أيضا بأن يفك الحرز بمؤتمر صحفي علني تعلن فيه كل أسماء الواردة. إذا كان اللي عرفناه حاليا هو 23 مليار، أنا بتقديري اللي يمكن أن ينعرف بعد ذلك ما عندي شيء أقوله، لكن بكل تأكيد لما يعودون إلى كل هذه البنوك إلى كل هذه الدول إلى كل الحسابات كل واحد فيهم الله يستر عليكم. هني أنا أقول يأتي دور، هنا يأتي دور الشعب. أنا مثلا قبل ما أجي هني واحد تأسس وزارة وقدرها الحقيقة قبل ما أقول إذا بسمعكم كل يوم إذا عندك شيء جديد، إحنا نقول مو ضرورة شيء جديد اليوم، بس اقول بالضروره نعم بان نتنازل. طيب هذا الكلام ما ناقشناه في الاغلبيه، كنت اتمنى لو كنا ناقشناه، ما ناقشناه في الاغلبيه، لكن يجب ان نتنازل نعم، وان تكون في حركه غير عاديه ومستمره من الشعب الكويتي. نطالب بشيء اساسي، نطالب مو فقط باسترجاع هذه الاموال، نطالب بمتابعه هذه الاموال باسترجاعها، وايضا كل واحد يفرط. خلينا نسمع، انا حطيت اكثر مره يروحوا مساكنهم واقصد بمساكنهم، كلمة تورط يروحون السجن بغض النظر منهم. الامر الثاني ايضا علينا ان نكون حذرين في هذه الايام حتى فيما يتعلق ببعض البيانات احيانا. واضح ان اطراف الصراع مو بالضروره كلهم مقسم وكلهم يكون مقسم البصره العامه. في الكلام الان عن 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 فوضات بين بعضهم، احمد الفهد جابر المبارك، احمد الفهد جابر المبارك ومحمد الخضر اي اطراف منهم. احنا نقول لهم لا تعلنوا مفاوضاتكم، ولسنا مع اي طرف منكم، لكن كل معلومه تطلع من اي واحد راح نتكلم وراح نتابعها. وبالتالي مسؤوليتنا متابعه هذه القضيه. هذه الاموال يجب ان تستعاد، يجب ان تسترجع، ولا يمكن ان تستعاد من خلال ندوات فقط. هذا امر مره اخرى انا اقول مجرد راي انا اقوله، ما طرحنا ما ناقشناه في الاخوان في الاغلبيه ولا طرف، لكن انا طرف اقول انا الاوان بأنكم في حركة شعبية غير عادية، تحرك شعبي غير عادي، واحنا مستعدين لكم بالصدارة وراكم في دمشق. احنا والله لقينا فرصة نتقدم، لا أبدا. من يريد أن يتقدم هذه الصفوف ويحقق هذا الهدف احنا وراه. ومن يريد في المقدمة احنا في المقدمة. لكن الرسالة اللي لازم تصل للسلطة ان هذا الامر لن يترك، اموالنا يجب ان تستعاد، الاسماء اللي الان ما نرغب بتداولها بشكل صريح لما تكلف مؤسسه دوليه نشرط على هذه المؤسسه، نشرط عليها بان تقدم اولا تحت القسم، بان تبين كل من اتصل معها على التكليف، كل من اتصل معها
من الكويتيين وغير الكويتيين في هذا الشأن على وجه التحديد، ونشرط عليها أنه لما نتقدم بهذا التغيير للثلاث جهات أيضاً في نضيف أن هي ملزمة بأن تعلن هذا التغيير تنشر رسمياً. يكون هذا ضمن التأكيد. ما نريد في هذه القضية أمر، أنا أتصور هذا إذا صار أقدر أقول، لكن من خلال ما استمعنا له من معلومات من بيانات أنا أعتقد الأمر خطير ولا يمكن أن أتصور. يمكن كثير من التفاصيل كها خمسة للبراك، التفاصيل أختي في الأرقام والبنوك والعملات، لكن أيضا هو حط نفسه في الحق ما تعرض لأسماء، حط ولو جزء يسير من الحق بأنه خلنا نصل للحقيقة. إحنا نطالب الآن بوصول هذه الحقيقة واسترجاع هذه الأموال. الحديث أيضا عن قدسية أي جهة بما في ذلك القضاء، نحن صار في الكويت كلنا دائما نقول بلادنا الأخير هو القضاء، هذا كلام صحيح، لكن ترى في الدستور الكويتي ما في غير ما يشير إلى أنه لا سلطان على القاضي إلا ضميره، وبالتالي احترام القضاء هو من هذا الجانب. لكن يوم ما في فعل مثل ما قال الأخوان الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو فقط كان قاضيان في النقار ذا من النار في الجنة، كان يخاطب أيضا ما يتحكمون قدامه باعتباره هو قاضي، ما هو يعني لم يأتي وحي، ما يقول يعني قد يكون أحدكم أرحم الآخر فأحكم له بغير حق، ومن حكمته بغير حق فأنتوا مكانه من النار. رسول هذا رسول منتو ثم في الناقص الإسرائيلي في 12 مو في شركة كل مكان في 12 2013 في إندونيسيا ألغي القبض، ألغي القبض على رئيس المحكمة الدستورية اسمه عقيل مختار بتهمة فقط، بتهمة في رشوة، تهمة في رشوة تتعلق ما هو مع اثنين آخرين، شوية دولار ما قال حتى كذا، ما قال انت دولارات سنغافورية وأمريكية، وقال في قضية رشوة مرتبطة بنزاع حول نتائج الانتخابات بمقاطعة كلمة ثاني وسطى. طلع رئيس الجمهورية في ثاني يوم وقال أنا يحزنني الحقيقة أن يحصل هذا، أن يتورط رئيس المحكمة الدستورية، هذا رئيس الجمهورية، ويقول أنا أقدر الشعب غضبه، كلمة غضب اللي صار بارح في الموقع القاضي. ترى أيضا رئيس المحكمة الدستورية السابق وقال أن ما حصل في إهانة للقضاء، نجل القضاء لا نتهم القضاء، لكن بنفس الوقت في القضية اللي أمامنا حاليا في قضية المستندات اللي تتعلق بمليارات، أنا أعتقد لابد أولا معرفة الحقيقة فيها، ولا سبيل من معرفة الحقيقة إلا بتكليف مؤسسة دولية، مؤسسة دولية توضع لها شروط معينة، وأنا ذكرت أن الكويت استعانت بمؤسسة في ذاك الوقت وقدمت علينا مليارات، قدموا لهم كيف يدير صدام، والكويت ما قدمت أي مستند، لكن هذه المؤسسة قدمت أكثر من مستندات تثبت أن صدام كان يدير أمواله من خلال أكثر من 40 شركة، وقالوا أيضا في هذا التغيير في التغييرات عليه، كانوا يقولون أن صدام حتى يمنع يعني ما يسمح باستمرار متابعة هذه الشركات أو كشفها كان يغيرها بين فترة وفترة، ولما قالوا أن أموال التراوح بين 3 إلى 7 مليار ونشر هذا الكلام، رد أحد الوزراء السابقين اللي كان معاه وقال هذا كلام ما هو صحيح، ثروة صدام في ذاك الوقت في 92 يقول ثروة صدام تصل إلى 10 مليار وتكلم شلون كان يتم الصرف فيها. إذا في مؤسسات دولية ومؤسسات الآن على الأقل بمكانتها معترف فيها، الحكومة الأمريكية مثل ما قلت لما أرادت أن تعرف حقيقة ما وقع في سوق الأوراق المالية في نيويورك سنة 90 كان لهم مؤسسة أهلية، هذا لا شو عندهم الـ CIA وعندهم الـ FBI وعندهم كل الأجهزة
كلفوا وزقتوهم بثمن الإداري. هذا الأمر لابد أن نصل فيه، لابد أن نصل إليه، لأن هذه قضية تطلب اللحظة. لكن شلون يمكن أن نشكل هذا الطرح؟ ما يمكن. صحيح من الأوائل مهمة، صحيح. يعني نعتقد فيما يتعلق بحجم الفساد، فيما يتعلق بنوع الفساد، يمكن الناس تشبعت وصارت تعلم العديد من التفاصيل. لكن بحاجة الآن أن نجد وسيلة نحقق فيها الضرب كشعب، نحقق فيها الضرب لتحقيق هذه المطالب، الوصول إلى الحقائق، الوصول لكشف هؤلاء. إحنا ما ننتهي أحد، لكن بنفس الوقت لا نوري أحد. لما تأتي بيانات ورد فيها أسماء محددة، ما تكشف هذه الأسماء الآن، لكن بعد التحقيق وبعد المتابعة وبعد التحري، لا يجب أن تكون هذه الأسماء عرضة ومنشورة. وهذا ما هو مرسل. احنا في الكويت لما قدمت الشكوى فيما يتعلق بشركة النقل نشرت كل أسماء. لما قدمت في المحاكم الخارجية ملاحقة سرقة استثمارات الدفاع الداخلية 5 مليار نشرت كل أسماء، وهذا أيضا جاري على كل شيء حتى لما صارت إدارة في المحاكم. لذلك هذا الأمر لا يجب أن يترك لأي جهة في الكويت، ولكن يجب أن نصل في الحقيقة من خلال مؤسسات دولية بشروط معينة لا يتقدم فيها التقارير الحكومة ولا لأي جهة في الكويت. الجهات تراي، لكن بشرط أن تقدم محرزة وأن تفتح وقت التحريز، تفتح أمام وسائل الإعلام وتنشر في الوقت نفسه. أنا أعتقد أن أمام وضع بكل المقاييس أضمن جيد. ما مرينا في وضع كالوضع الحالي، ما مرينا في سرقات كالسرقات الحالية، وما مرينا أيضا في وضع تردد في السلطات باعتراف السلطة. يعني لما نتكلم الآن عن سقوط السلطات، رئيس الوزراء اعترف رسمي في موقعنا على الأقل، في مواطننا على الأقل، اعترف لما قال يا جماعة عن تنمية مصالحه أنه والله يدير البلد في أقلبية من القيادات الإدارية اللي جات في وسطه، هو يتكلم بالفعل عن دمع المياه في الحالة هذه، هذا يجر البلد. وفي الأمر الثاني اللي مارد عليه حتى الآن، ولأن أعلنت على الأقل في ديوان في لما كنا عند محمد خليفة، إلى لما طلع أحمد فهد وقال رئيس الوزراء يقول لي ترى خصومك أقوياء، رئيس الوزراء يخاطب واحد بروح النيابة أو مقدم له شريط ويقول لك عندي يقول لا تستمر خصومك أقوياء، يعني الخصوم الأقوياء لا هم كحكومة قادرين عليهم، واعتقاد أيضا أن حتى الله ما يقدر عليهم. شنو أنت بالعكس؟ الآن الأوان، آن الأوان أن كل هالأقوياء والله يا جماعة شوفوني هذول نمر ورقية، أنا حطيت بوكس والله ما يحتاج بوكس. هلا هو أعطيت لهم بدين وشفق، هلا من تفخيمة النمو اللي يجر رياح من أطفال من ويتكلمون عن الدستور وعن مهدرة 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 كلام عليكم على بعض. لكن ما لي نشتر هذه الأمور، وأنا أيضا مرة ثانية لا أيضا أحيانا بكل أسف هذه الأطراف المتصارعة أحمد الفهد على وجه التحديد، جابر المبارك على وجه التحديد، في الكثير من الحديث حولهم عنهم بأنهم الآن قاعدين يحاولون يعرضوا صفقات. هم نقول أي صفقات يعرضونها؟ إحنا بإذن الله الشعب الكويتي المستمر ولن يقبل انه والله انا اسكت شويه وانت تسكت شوي وانت وزير الداخليه طلع لنا شيء يقول هذا امر مبرر. لا، الامور اذا تطلعين ما ادري تطلعينها ولا لا، لكن المستندات او الاشرطه اذا تطلعينها طلعت بيديكم بقالت ملككم الان، صارت ملك الشعب الكويتي والشعب الكويتي باذن الله. والشعب الكويتي باذن الله عندك كتابه من خلال هذه المستندات بإذن الله.
سينتقل نقلة نوعية غير عادية في المقاييس. وإذا كانوا يعتقدون أن نقول لهم لابد من إصرار المجلس الحكومة على كشف في الجامعة كلها الآن، لابد من إصرار مجلس الحكومة أنه عشان تأتي انتخابات، وخاصة بعض الآن اللي طلع من جدبة، عشان تأتي انتخابات نقول لهم لا، لن نقبل بانتخابات تأتي من خلال مرسوم ضرورة. المرسوم الحالي حتى ما يتوصل بالتقصي احنا قلنا غايبين. فلذلك احنا مو نسعى انتخابات، نسعى على اسقاط كل السلطة واسقاط كل عناصر الفساد، ما هو اسقاط الفساد. انا الاول الاحق عناصر الفساد وان نراها باذن الله من خلال قانون مودع في مساكنها الطبيعية، مساكنها الطبيعية سجون الكويت اللي قاعد يوصلونها حاليا للشباب.